متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار ريال مدريد بخصوص مستقبل نجمه الويلزي جاريث بيل. وبحسب صحيفة APC الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن بيل أحد أفضل 4 لاعبين في العالم، ولا توجد ضرورة لبيعه هذا الصيف إلا إذا وصل البرازيليني ماردا سيلفا من باريس سان جيرمان، وهو أمر صعب حاليا. وقالت الصحيفة إن الريال لن يتنازل عن بيع بيل إلا بسعر قريب من ثمن انتقال نيمار لسان جيرمان، وهو 222 مليون يورو، حيث يفضل النادي الملكي استمرار اللاعب خلال الموسم المقبل. وأشارت إلى أن ريال مدريد يرى أنه ليس ناديا لبيع النجوم، بينما تريد الإدارة تدعيم هجوم الفريق. وأبرزت APC أن إدارة الميرينجي لا ترى مانعا لوجود 4 نجوم في الخط الأمامي والتدوير بينهم في الموسم المقبل، وهم بيل وكريم بنزيما وليفاندوفسكي الذي يسعى الريال لضمه وكريستيانو رونالدو. يستمر الجدل حول مستقبل النجم البرازيليني ماردا سيلفا المرشح لمغادرة باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد وفقا لتقارير صحفية. وقالت شبكة غلوبو سبورتي البرازيلية إن نتائج اجتماع توماس توخيل المدير الفني الجديد لPSG مع نيمار كان إيجابيا للغاية، وأشارت إلى أن توخيل نجح في إقناع نيمار بالبقاء داخل جدران حديقة الأمراء ليجهض محاولات ريال مدريد تماما بعدما نقل له المدرب الألماني بشكل كامل خططه المستقبلية مع الفريق الفرنسي. وكانت صحيفة ذا سان البريطانية قد ذكرت أن اللاعب والمدرب عقد اجتماعا بعد المباراة الودية بين البرازيل وكرواتيا السبت الماضي على ملعب أنفيلد في ليفربول. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن رحيل لاعبين من صفوفه في الصيف الحالي بعد انتهاء عقدهما مع الريدز وعدم التوصل لاتفاقات حول التجديد. وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي يمكن للنادي أن يؤكد أن إيمري كان وجوني فلانغان سيغادران ليفربول بعد انتهاء عقدهما هذا الصيف. وأضاف أصدر النادي قائمة اللاعبين الذين احتفظ بهم بعد انتهاء موسم 2017-2018. وكان أمريكان انضم للفريق في صيف عام 2014 قادما من نادي بايرن ليفركوزن وشارك مع الفريق في 167 مباراة. من جانبه يغادر فلانغان الفريق بعد وصوله للفريق الأول قادما من الأكاديمية وشارك مع النادي في 51 مباراة منذ أول ظهور له مع الفريق في عام 2011 أمام مانشستر سيتي. كما قام النادي بتقديم عروض جديدة للاعبين تحت 23 عاما وهم جورج جونستون وكونور ماسترسون. أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي تعاقده مع فيسنتي غوايتا حارس ختافي الإسباني في انتقال مجاني. وسينضم غوايتا إلى النادي اللندني بعقد مدته 3 سنوات، وسيتم تقديمه رسميا في الأول من يوليو بعد نهاية عقده مع ختافي. وقال ستيف باريش رئيس كريستال بالاس نحن سعداء بالتعاقد مع واحد من أفضل حراس المرمى في الدوري الإسباني. وبدأ غوايتا 31 عاما مسيرته في فالنسيا وشارك معه في أكثر من 100 مباراة قبل انتقاله إلى ختافي في 2014، وأدى دورا كبيرا في احتلال ختافي المركز الثامن في أول موسم عقب عودته للدرجة الأولى وحافظ على نظافة شباكه 12 مرة. قرر أيقونة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكام وزوجته فيكتوريا التبرع بالملابس التي حضر بها حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل الذي أقيم في مايو الماضي بقلعة وينسور لمؤسسة وي لوف مانشستر إمريغانسي فاند التي تعمل لصالح المتضررين من الهجوم الذي شهدته مدينة مانشستر البريطانية قبل أكثر من عام. وتسعى هذه المبادرة لجمع أموال لصالح المتضررين من الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة مانشستر في 22 مايو 2017، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا عقب حفل موسيقي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي
وحضر بيكام وقرينته زفاف حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بين مشاهير آخرين مثل الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين ومقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري. وارتدت العضوة السابقة في فرقة سبايس جيرلز فستانا باللون الأزرق الداكن من تصميمها، بينما ارتدى بيكام بدلة رمادية من دار أزياء كريستيان ديور. وأوضح لاعب ريال مدريد السابق في تصريحات لوسائل الإعلام أن هذا التبرع يهدف لدعم العمل المدهش الذي قامت به مؤسسة وي لاف مانشستر وأسر الضحايا المتضررة من الهجوم. أكدت إحدى الصحف الإيطالية أن لاعب فريق يوفنتوس ماريو مانزوكيتش لا ينوي مغادرة ناديه في الصيف الحالي، وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع اللاعب الكرواتي في موسم الانتقالات الصيفي. وحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن اللاعب صاحب 32 عاما كان يفكر بالفعل في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الميركاتو، وأشارت إلى أن المدرب ماسيميليانو أليغري اجتمع مع مانزوكيتش ونجح في إقناعه بفكرة البقاء في تورينو الموسم المقبل. وأوضح أن مانزوكيتش حسم مستقبله بشكل نهائي وقرر مواصلة مسيرته مع بطل الكالتشو. قال النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي أنه إنسان مقاتل وعلى ثقة بإمكانية وجوده في بطولة كأس العالم. وأشار صلاح في حوار مع صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أنه رغم إصابته القوية في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي سيعمل بكل جدية على المشاركة في المونديال. وعن هذه الإصابة قال صلاح: كانت ليلة صعبة وخسرنا أبطال أوروبا وتعرضت لإصابة لم أتمكن من إكمال المباراة، لكنني مقاتل ورغم العقبات أنا واثق من وجودي في روسيا. وتشير التقارير الطبية إلى إمكانية لحاقه مبدئيا بمباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالمونديال، وهناك تقارير صحفية مصرية تشير إلى أنه قادر على المشاركة من الجولة الأولى. عزيزي متابع قناة عرب جول، برأيك هل سيؤثر رحيل أمريكان عن ليفربول؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.